يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي مع النادى اعيشها في نص الماضي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي مع النادى اعيشها في نص الماضي. هتخلص والنت مش هيخلص. مع فودافون بلس اتفرج واسمع على يوتيوب لحد ما تخلص. فودافون بلس هتأخرك عن النت رقم واحد. اللي جاي أقوى.